بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، أولئك القوم الذين آمنوا به واتبعوه، هاجروا معه وإليه، جاهدوا معه وبعده، اللهم ارض عنهم أجمعين، وأخذ كل من يغلظهم يد الجلال والإكرام. ماذا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من أهل هذه البلاد، فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أقول أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة موجزة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف ما معنى آمنت بالله، يعرف أن آمنت بالله آمنت بأنه هو الإله الحق ولا إله غيره، وهو الذي له التدبير كله. ثم عليك أن تستقيم. بماذا؟ أن تؤدي ما فرضه الله جل وعلا من أركان هذا الدين، وتحل الحلال الذي أحله الله ورسوله، لأنه لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، وتحرم ما حرمه الله ورسوله، فإن الحرام ما أحرمه الله ورسوله، والحلال ما علمه الله رسوله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه أو أقر الناس عليه. فكأن هذه الجملة المختصرة لمن تمسك بها وقام وأدى ما تقتضيه من الأعمال وانتهى عما تقتضيه من المناهي دخل الجنة إذا فعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وفي أيامنا هذه وليالينا مجال فسيح لتحقيق الإيمان بالله والإكثار من طاعته جل وعلا والحرص على الإتيان بالأعمال التي يحبها. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وبالأفضل دخل الجنة. فعلينا أن نجتهد في هذه الأيام وأن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للمستقبل أيضا بأن نستمر على الخير والهدى. تجتهد أيها المسلم وحقق معنى الإيمان بالله، أن تصدق بأنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، وأن أي عبادة إذا لم تكن خالصة لوجهه فإنها ضارة على من يتعاطاها. فاحرص على الابتعاد عن كل شر وتقرب إلى الله جل وعلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شرع لنا صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاج إليه من الخير، وحذرنا من كل ما يخشى علينا من الشر، فهو الناصح الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم اجتهد في مثل هذه الأيام أن تغلب نفسك على كثير من رغباتها الدنيوية، ووجه نفسك للمشاركة التامة والحرص الجاد في أن تلقى الله جل وعلا مثابرا على الخير، راغبا في تحصيل الأجر والثواب منه سبحانه، مبتعدا عن إغواء العدو اللدود الشيطان الذي يسعى على الناس بخيله ورجله ليضلهم عن سبيل الله وليجرهم إلى معاصي الله جل وعلا. فاحذر أيها المسلم واغتنم في كل يوم وفي كل ليلة حسن تذكرك لله بالقيام بالأعمال التي يمكن أن تقوم بها، والعزوف والابتعاد عن كل المحرمات، فإن أمر الطاعة جعله النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الاستطاعة، فقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ما تقدرون عليه. وأما المنهيات فإنه لا خيار الإنسان فيها إلا إذا كان في حال يخشى على نفسه الموت،
ففي تلك الحال يمكن أن لا يجاري الآخرين. فاحرص أيها المسلم على طاعة ربك، حافظ على الفرائض الصلوات الخمس، حافظ على الأذكار أكثر من ذكر الأذكار بعد الصلاة، كما كان المصطفى يفعل صلى الله عليه وسلم. بادر بعد أداء العبادة على تذكر أنك قد لا تكون وفيت بكل شيء، فبادر للاستغفار لعل الله أيغفر لك ما قد يكون حصل في تقصير تسهو عنه. ثم تقرب إلى الله جل وعلا بما يمكنك من نوافل العبادات، وهي كثيرة، من صلوات، من أذكار، من بذل للمعروف، من تعاون مع الآخرين على البر والتقوى، من تناهي عن الإثم والعدوان، إلى غير ذلك. اجتهد في كل هذه الأمور، تبتغي بذلك وجه الله وترجو ثوابه وتخشى من عقابه، لأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة الحقة، وهو لا يرضى أن يشرك معه أحد فيها. فاحرص على مصلحة نفسك، ثم احرص على التآخي مع المؤمنين، حسن علاقتك بهم، احرص على أن تكون لين الجانب، عطوفا على الآخرين، متعاونا معهم، تحب لهم النجاح في حياتهم كلها. فإن النبي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني المؤمن، ما يحب لنفسه. فلا بد أن تفرح لهم بالخير، ويسرك أن يكونوا مجتهدين في طاعة الله، ويسرك أن يكونوا معرضين عما حرم الله، فإن هذا كله من الأمور التي يحبها الله جل وعلا. وأنت تحبه لنفسك، فأحبها لإخوانك المسلمين. ثم أكثر من الدعاء، وقبل أن تدعو استعمل دعاء العبادة، وهو تمجيد الله والثناء عليه وحمده وتسبيحه وتهليله وتكبيره، ثم تدعو ما تريد. ثم إذا دعوت لنفسك، فاحرص على أن تشرك المسلمين بكل ما يمكن أن يشركوا فيه من الخيرات، لعل الله جل وعلا يحقق بالدعوات خيرا قد لا يتحقق بدونها. ثم اعلم أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه. الغني الكريم جل وعلا الذي لا يحتاج إلى طاعة العباد ولا إلى عباداتهم، مع ذلك يحب منهم أن يسألوه. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاجتهد في ذلك وأخلص في الدعاء، ثم اسأل ربك جل وعلا الأمة الإسلامية. والأمة الإسلامية في وقتنا هذا في أمر خطير وشر مستطير في كثير من بلاد الإسلام، فتن تعصف وظلم يصب على الناس صبا، وشرور تدفع من أعداء الإسلام. فاجتهد في الدعاء سؤال الله أن يعاجلهم بالفرج، فهو القادر على كل شيء. تذكر ما يلاقيه آل الشام من بلاء وشر ممن سلطانهم بيده، فأكثر من الدعاء لهم بأن يوفقهم الله جل وعلا للتوبة إليه وإخلاص العمل له والانتصار على عدوهم وعدوه، يعني عدو الله وعدوهم. فاجتهد في ذلك. ثم إن في البلاد الإسلامية من فيها من الشرور ما لا يخفى، كالعراق مثلا، يتسلط الرافضة على عامة العراق، فادعو الله جل وعلا أن يخلص العراق ويجعلها دولة متمسكة بالسنة النبوية، وكذلك بقية البلاد التي تعصوه فيها فتن في شرق البلاد الإسلامية ووسطها وغربها. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعاجلنا بفرج عاجل يرضى به كل مؤمن ويفرح له، ويخزى به كل منافق وكل شرير في الوجود، كما نسأله جل وعلا عاجل غير آجل أن يرينا في حكومة الشام النصيرية الخبيثة عاجل بطش الله جل وعلا وعقوبته، وأن يري من يمدونها بالنصر من جنود وأسلحة وغير ذلك أن يعاجلهم الله جل وعلا بنقم متلاحقة ومحن متوافقة
بمنه وكرمه، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن أيضا بالخروج مما وقعوا فيه من شر الطائفة الصفوية الذين أرادوا أن يقلبوا البلد من بلاد فيها خير كثير إلى بلاد شر كلها. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالفرج، وأن ينصرهم بالحق والهدى، وأن ينصر من ينصرهم من هذه الدول دول الخليج، أن ينصرهم أيضا الذين نصروهم وحرصوا على قطع دابر الصفويين الذين أرادوا احتلال بلادهم، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلادنا المملكة أمنها على الدين والدنيا، وأن يوفق ولي أمرها للحرص على صيانتها وقمع البدع والضلالات ومنع ما يراد بها من شر في أخلاقها وعاداتها، كما نسأله جل وعلا أن يوفقه أيضا للتعاون مع كل من فيهم خير من العالم الإسلامي في صد الضلالات والبدع ونصر السنة والكرامات بمنه وكرمه جل وعلا، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.